أي حديث عن سلوك إيران غير السوي في المنطقة برمتها هو حديث معاد. ربما المتغير الوحيد في هذا السلوك هو نمطه الذي أخذ منحا تصعيديا منذ إعلان طهران عزمها سد مضيق هرمز في وجه الملاحة الدولية. حادثة تفجير ناقلتي النفط اليابانية والنرويجية الخميس الفائت في خليج عمان على بعد فراسخة من مدخل مضيق هرمز تبدو محطة فارقة في تطورات الأزمة المتفاقمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. حادثة بل حوادث اعتداء تداعى لها سائر أرجاء العالم بالقلق، فزاد العالم من الطاقة يمر من هرمز، وضع كان من أبرز تداعياته ارتفاع الدعوات لتأمين المضيق من كيد إيران. انطلقت تلك الدعوات من واشنطن ولندن ومن أغلب عواصم دول الخليج العربي، وصل الأمر حد المطالبة بإرسال سفن حربية لحماية الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز. قراءة ترى أن الوضع بالغ التعقيد وألا خيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الدوليين والإقليميين غير السعي لتأمين المضيق وإن بتدويله. قراءة أخرى تجزم بأن موعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر من العام القادم يحد من خيارات ترامب في مواجهة إيران التي تكابر دائما مستفيدة من استقطاب دولي قيد التشكل. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش استنتاجاتهم من مظاهر الشد والجذب في محيط هرمز وتوقعاتهم لقادم سيناريوهات التصعيد في حلقة بعنوان بصمات إيران في استهداف ناقلات النفط ببحر عمان حرب مع وقف التنفيذ. يشاركنا في التحليل والنقاش من أبوظبي دكتور محمد زغول رئيس وحدة الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات. من واشنطن ينضم إلينا دكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، ومن الرياض دكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك سعود. كما تعودنا إذن نبدأ البرنامج بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة، التصعيد في هرمز إلى تسوية سياسية أم إلى مزيد من التوتر؟ أبدأ معك دكتور محمد. يبدو أنه يتجه إلى مزيد من التوتر، ولكن هنالك أيضا يعني خطر الانزلاق إلى الحسابات الخاطئة الذي قد يفضي إلى مواجهة مفتوحة. ولكن من جانب إيران يبدو أنها تتجه إلى مزيد من مثل هذه الحركات وهذا التصعيد. دكتور إدمون، نحو تسوية أو مزيد من التوتر؟ أعتقد على المدى القريب على الأقل تتجه نحو التصعيد، ولا أرى على الأقل يعني أي نوع من الليونة على الأقل في هذه المرحلة من قبل أي من الجانبين، ولكن هذا لا يعني بأننا قد نذهب إلى المواجهة الشاملة بين البلدين. كيف تتابع الأمر دكتور إبراهيم؟ نعم، إلى مزيد من التوتر العائد بالمنافع على الأطراف وخسائر على الأطراف الأخرى. لهذه الإجابات براهين نتوقف فيها بعد الفاصل بمزيد من التفصيل، ابقوا معنا. عقود من ممارسات النظام الإيراني العدائية ضد جيرانه وضد السلام العالمي والحبل على الجرار. أضحت الملاحة الدولية في الخليج العربي ضربا من المخاطرة، ويوما بعد يوم يتأكد تورط إيران التي تحاول جهدها نفي الثابت من مسؤوليتها عن استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في مياه بحر عمان بهجومين بعد أسابيع فقط من استهدافها لأربع ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة الإماراتي. طبيعي أن يستنكر العالم بشرقه وغربه حوادث استهداف ناقلات النفط، لكن اتهام البيت الأبيض الأمريكي لطهران صراحة بالمسؤولية عن الفعلة الشنعاء زاد من حدة التوتر في ظل أنباء متواترة عن نية البنتاغون إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى المنطقة. ليست المرة الأولى التي ترتفع فيها الأخطار في هرمز، بيد أنه لا بديل للعالم عن هذا الممر المائي الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان من جهة ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب من جهة ثانية، إذ يعبره أكثر من ثلث صادرات العالم من النفط. نقاشنا يبدأ الآن. نبدأ هذا الحوار من أبوظبي معك دكتور محمد. دكتور، لنفهم الإطار، وقبل حادثة يوم الخميس الاعتداء على ناقلتين للنفط في خليج عمان، ما هي الظروف الجيوسياسية التي سبقت هذه الاعتداءات في المنطقة والتصعيد بين أمريكا وطهران؟
يعني واضح بأن هنالك حملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بأساليب متعددة يمكن وضعها جميعا تحت عنوان حروب اللاعنف. هذه الحملة تهدف إلى يعني تغيير سلوك النظام الإيراني وإلى مراجعة الاتفاق النووي ويعني تغيير شروطه وأيضا الوصول إلى اتفاقات بشأن نفوذ إيران الإقليمي وبشأن برنامج إيران الصاروخي التي لم يتم الاتفاق عليها سابقا، وبالمجمل أيضا تحويل أو تغيير سلوك النظام الإيراني ليصبح أكثر مقبولية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر انسجاما مع مصالحها في المنطقة، وكذلك الأمر مع المجتمع الدولي بشكل عام وأكثر تصالحا مع السياسات الإقليمية الرائجة. هذه الضغوط وصلت إلى درجة غير مسبوقة، شعر النظام الإيراني معها بأنه إذا واصل الاستجابة السلمية لهذه الضغوط إلى نهاية العام الجاري فإنه سيواجه مخاطر انهيارات اقتصادية وتفككات اجتماعية، وربما سيواجه مخاطر وجودية في الداخل في ظل أزمات متناسلة كثيرة يعيشها النظام الإيراني. ووفق هذه الحسابات الإيرانية التي أيضا تؤكد على أن الإدارة الأمريكية ليس لديها رغبة في خوض حرب ومواجهة مفتوحة مع إيران، وهذا أيضا يعني كان يرسل رسائل طمأنة إلى القيادة الإيرانية بشكل عام، وصلت القيادة إلى يعني قرار مفاده أن التصعيد في هذا الملف يحقق مصلحة إيرانية، وذلك من خلال رفع المواجهة من مواجهة غير عنيفة سلمية تعتمد على السياسات والسياسات المضادة، العقوبات والعقوبات المضادة، تتجه إلى مواجهة محدودة ولكنها تتضمن نشاطا عسكريا ونشاطا أمنيا تمارس فيه إيران يعني قدراتها الخاصة فيما يتعلق بالحروب اللامتناظرة وحرب الوكلاء. وبالتالي وصلت إيران إلى تقدير أن هذا الأمر سيصب في صالحها من عدة جوانب، من جانب هو يساهم في رفع أسعار النفط ويساهم أيضا في الضغط على ناخبي ترامب وإيجاد قلق لدى إدارته من إمكانية فوزها بانتخابات قادمة إذا ما استمرت المواجهة باتجاه التصعيد. أيضا من شأن هذه الحركات التي قد تقوم بها إيران استدعاء وسطات دولية، من شأنها أيضا الإيحاء للفاعلين الإقليميين بأنهم سيكونون في خطر إذا ما استمروا بمواكبة السياسات الأمريكية، وأيضا هي ترسل يعني رسائل إلى القوى الدولية الأخرى المتضررة ربما من التوتر في المنطقة بأن أنه يتعين عليها الانخراط أكثر في الملف، فهو نوع من استدعاء التدخل الروسي، نوع من استدعاء التدخل الصيني، نوع أيضا من الضغط على الدول المستهلكة للنفط ليكون لها يعني كلمة أو دور في التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا نوع من أنواع تعميق الهوة والخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. يعني في إطار هذا المشهد تحركت إيران. في هذا الإطار وعلى أساس هذا الكلام دكتور إدمون، يعني كل ما قامت به أمريكا من تكثيفها للعقوبات النفطية على إيران، صنفت الحرب الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ألغت الإعفاءات التي كانت تعطيها لبعض الدول والتسهيل لتوريد نفط إيران، هذا تم إلغاؤه، فرضت عقوبات على عدة صناعات أخرى إيرانية وغيرها من العقوبات، كلها لم تنفع. إذن هي مثل ما يقول الآن دكتور محمد، هي في نهاية الأمر صبت في لصالح أو تحاول إيران أن تجعلها لصالحها. هل أمريكا إذن ستواصل التصعيد أم هذا هو السقف؟ حتى الآن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تزال مستمرة في ما يسمى هنا بماكسيموم بريشر أو الضغوط الكبيرة جدا، وبالتالي فأن سياسة الإدارة لا تهدف إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران، ونرى ذلك من خلال القوات التي تم إرسالها إلى المنطقة، وحتى عندما أعلن في الأسبوع الماضي عن إرسال 1000 جندي هذه لا تعني الكثير، هي مجرد إشارة رمزية، لأنه إذا كان هناك حرب فقط بحرية أو جوية ضد إيران فلا حاجة لهذه القوات، 1000 جندي لن تغير كثيرا، وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في غزو إيران هذه القوات ضئيلة جدا، فهي بحاجة لقوات حتى أكبر بكثير من القوات التي استخدمت في حرب العراق، وكانت أكثر من 165,000 جندي، وكان هناك أيضا تحالف دولي أيضا يدعم الولايات المتحدة. إذن الهدف هو
على الأقل من وجهة النظر الأمريكية هو تصعيد الضغوط على إيران. قد ربما قد تكون هناك ضغوط أخرى، ممارسة دعم معارضة داخلية لخلق توترات في الداخل، طبعا الضغوط الاقتصادية التي تحدث عنها الدكتور محمد، منع إيران، حتى أن الإدارة كانت تتحدث أن النفط الإيراني سيصل تحت الضغوط الأمريكية إلى الصفر، صادرات النفط الإيرانية بعد أن كانت تقترب من حوالي 3 ملايين برميل يوميا. وبالتالي فأن هذا هو على الأقل التوجه الأمريكي. بالنسبة لإيران أيضا أعتقد أنها وصلت إلى قناعة بأن هناك نوع من التعاطف الدولي معها في أوروبا من قبل الدول الكبرى، لأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاقية، وهي ربما قد ترغب في الاستفادة واستغلال هذا الوضع حاليا قبل أن يتزايد الخناق عليها. ولذلك نرى طبعا هذه التحركات ونرى تصعيد من الجانبين. إذن أمام هذا التصعيد من الجانبين والعقوبات التي يبدو أنها ما زالت ستكون تراكمية على إيران، دكتور إبراهيم، هل مثل هذه الاعتداءات على الناقلات هي المتنفس بالنسبة لإيران؟ هي الرسائل عبر هذه الاعتداءات تبعثها إلى مختلف الأطراف أنها لن تسكت أيضا على ولن تتحمل طويلا هذه العقوبات؟ هذه الرسائل هي رسائل إيرانية بشكل أو بآخر، ولكن ليس يبدو لي ليست تجاه أن العقوبات الأمريكية لا تستمر أو ليفك العالم الحصار عن النظام الإيراني. أعتقد من وجهة نظري أن الإيرانيون عندما ذهبوا بهذه الاتجاهات هم ذهبوا لاعتباران رئيسيان. الاعتبار الأول أنه مزيد من الضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات قد يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لضرب بعض المنشآت الإيرانية، قد تكون موانئ وغيرها، وهذا على الرغم من الخسائر التي يعرف الإيرانيون أنهم سوف يتلقونها، إلا أنها ستكون إيجابية بالنسبة لهم لاعتبارات داخلية في الدول الإيرانية والاعتبارات الدولية، إرهاق الرئيس ترامب شخصيا قبل أن يذهب إلى الانتخابات، وهذا سوف نأتي عليه خلال الحلقة. أما النقطة الأخرى فهي الإيرانيون اعتادوا خلال الأربعة عقود الماضية بأن التصعيد والممارسات التي يتبنوها سواء في منطقة الخليج أو التهديدات بإغلاق مضيق هرمز أو حتى التعدي في مرحلة معينة على ناقلات النفط الدولية لم تؤدي إلى اصطفاف المجتمع الدولي لضرب إيران أو لإعاقة إيران أو حتى لمعاقبة إيران معاقبة فعلية وليس عن طريق الاقتصاد والنفط الذي إلى حد كبير نعم تضرروا منه، ولكن لم يؤدي إلى إسقاط النظام أو حتى إرهاق النظام سياسيا. وبالتالي الإيرانيون يعلمون بأنه مهما صعدوا في هذا التوقيت بالذات فلن يكون هناك إجماع دولي يرهقهم، وفي نفس التوقيت يعطيهم الكثير أيضا من الحركة التي يستطيعوا من خلالها إعادة صف الصفوف في الداخل الإيراني وترتيب أيضا أوضاعهم في المنطقة، وأيضا يرسل رسائل أخرى أيضا في نفس التوقيت بأن هناك الأذرع الإيرانية تستطيع العمل في هذه المنطقة. وبالتالي أنا وجهة نظري أن الإيرانيون مستفيدين كثيرا في هذا التوقيت من هذا التصعيد، وهم يتطلعون إلى هذا التصعيد في مرحلة مستقبلية. يضاف لذلك أنه خلال التاريخ الماضي أيضا أنه الأوروبي يبدو أن الممارسات الإيرانية أفادتهم كثيرا من الناحية الاقتصادية، من الناحية المالية، من الناحية السياسية، من ناحية أيضا فرض الأمن في المنطقة وإلى حد ما العلاقات الاستراتيجية التي تجمع، وبالتالي هذه تعود بمنافع مالية على تلك الدول. وبالتالي لماذا الأوروبيون أو الأوروبيون دعني أقول هنا الأمريكان بعد ذلك لماذا يعيقوا إيران أو يضربوها على سبيل المثال؟ هذه المعادلة السياسية يبدو أنها هي التي جعلت إيران تذهب بهذه الاتجاهات. ودعيني فقط في عجالة أقول بأن إيران بشكل أو بآخر هي تذهب إلى ما بعد الخطوط الصفراء، ولكن لا تقترب إلى الخط الأحمر في حال استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، بمعنى آخر ضرب ناقلات نفط وليس ضرب على سبيل المثال بوارج أمريكية مثلا أو السفن الأمريكية العسكرية. ولكن هذه الخطوط الحمراء وهي خطوط تماس، دكتور محمد أتحول إليك في هذا السؤال، وكأن الطرفين الأمريكي والإيراني يلعبان على سياسة حافة الهاوية، كلاهما يتبع هذه السياسة. ترامب يهدف إلى الضغط على إيران للتفاوض دون استخدام القوة العسكرية، حافة الهاوية إلى إيران وهي استفزاز الجميع على مضيق مهم وحيوي وشريان بالنسبة للنفط للعالم كله وهو مضيق هرمز. لا هناك يعني من يخاف من أن
تكون رصاصة طائشة تبدأ الحرب، ولا إيران هناك من يمسكها أو ربما يرجعها إلى العقل حتى تهدأ ولا تشتعل الحرب في المنطقة. إلى أين يمكن أن تؤدي سياسة الحافة الهاوية من الطرفين؟ يعني أولا أنا أعتقد بأنه على الرغم من أن احتمال الحسابات الخاطئة وارد، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث بنسبة ضئيلة، ولكن كلا الطرفين يعرف قواعد الاشتباك التي يعني انخرط فيها بشكل جيد. أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسائل واضحة إلى إيران فيما يتعلق بنظرتها أو رؤيتها لقواعد الاشتباك في البداية عبر زيارة بومبيو إلى العراق، وما أعقبها من توضيح بأن أي هجوم على القواعد الأمريكية وعلى يعني مراكز تأوي أمريكيين في المنطقة سوف يقابل برد عنيف من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرد سيتوجه إلى إيران حتى لو كان الهجوم الذي جرى تم من خلال وكلاء. هذا يعني ضمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها غضت الطرف عن استهداف إيران لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أو مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بنسب متباينة، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الخط الأحمر الكبير يتعلق بجنودها ومصالحها المباشرة، وتركت هامشا للحركة للنظام الإيراني في المنطقة يعني لنقل لا يصل إلى مستوى الهجوم المباشر على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يصل إلى مستوى استهداف مصالحهم أو استهداف أمن الطاقة. نحن نعتقد بأن إيران عندما أساسا فكرت في هذا النفوذ الإقليمي بعد عام 2003 كان الدافع الأساسي هو دافع أمني نوفر، يعني إيران لا ينقصها موارد ولم تخرج بحثا عن موارد، ولا ينقصها أساسا طاقات شعبية يعني موارد بشرية لتخرج بحثا عنها. من يعتقد بأن إيران خرجت لتجيش الشيعة وتسييسهم هي لم تستطع تجيش شعبها وتسييسه، ومعظم الشعب الإيراني الآن يقع في خانة المعارضة للنظام، وبالتالي أيضا الموارد الإيرانية غير مستثمرة بقيت على حالها، الأراضي الإيرانية غير مستغلة، وبالتالي هي لا تبحث لا عن أراضي جديدة ولا عن موارد جديدة ولا عن موارد بشرية جديدة. إيران خرجت أساسا لأنها شعرت بالتهديد منذ أعلن بوش الابن عن محور الشر، وأن إيران ستكون الهدف التالي بعد نظام صدام حسين. شعر النظام الإيراني بأنه بات مستهدف بشكل حقيقي، وبأنه ارتكب يعني لا يريد أن يرتكب ذات الخطأ الذي ارتكبه صدام حسين بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على حدود عاصمته. فكر الطهران بأنه عليها أن تجعل مثلا من أمن إسرائيل ورقة تفاوض مع الغرب، من أمن البحر الأبيض المتوسط أيضا ورقة تفاوض مع الغرب، من أمن البحر الأحمر والممرات المائية في مضيق هرمز ورقة تفاوض مع الغرب. وبالتالي كل هذا يقول بأن إيران تريد أن تجعل يعني المعارك التي تخوضها أولا خارج حدودها بعيدا جدا عن حدودها، واثنين عن طريق وكلاء، وهؤلاء الوكلاء يتم تجيشهم مرة باستخدام المذهب، مرة باستخدام يعني المال، السياسة طبعا، القضايا عاطفية إلى غير ذلك. صحيح. إذن بالمجمل بما أن الهدف من الخروج كان أمني، أنا أعتقد أن العودة أيضا يجب أن تتم بطريقة أمنية، وهذا بعد ذلك سنعود إلى كان هناك إمكانية لتقبل صفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أم لا، ولكن سنعود لذلك. قبل ذلك أود أن أتحول إلى دكتور إدمون. دكتور، الأمم المتحدة دعت إلى تحقيق مستقل، هل يفهم من ذلك رفضها لكل الدلائل التي والقرائن التي قدمتها الخارجية الأمريكية بالتحديد بالصور وبالتقارير لتحمل إيران مسؤولية الاعتداء على ناقلات النفط؟ إذا ما حدث مثل هذا التحقيق المستقل في مثلا الأمم المتحدة، هل يمكن أن تقبل طهران بإجرائه بالانخراط فيه؟ لا نعلم ماذا سيكون الموقف الإيراني، ولكن الإيرانيين طبعا ينفوا أن هم المسؤولين عن هذا هذه الهجمات، ولكن هذه تظهر من ناحية أخرى أيضا أنه فيما عدا بريطانيا وبعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأخرى في المنطقة، فأن يعني معظم الدول العالم حتى الآن لديها شكوك بما
في ذلك أيضا. هناك عدد من المسؤولين الأمريكيين في بعض أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين، وحتى هناك بعض الجمهوريين أيضا الذين يشككوا، حتى أن وكيل نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق حتى 2014 ويليام بيرنز قال بأن في نفس الوقت الذي هو يعتقد بأن إيران كانت المسؤولة عن هذه الهجمات، إلا أن الإدارة الأمريكية تعاني من مصداقية، هناك مشاكل كثيرة حول صدقية الإدارة الأمريكية، لا زال الكثيرون يتحدثوا مع اتهامات للعراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل. يتذكر آخرون، وهذا ما سمعناه من بعض أعضاء الكونغرس، خليج تونك في الذي برر الحرب على على فيتنام، حتى يعود البعض إلى الحرب الكوبية الإسبانية الأمريكية على كوبا، وأنه كانت هذه مفتعلة. بالتالي هناك هذه المشكلة التي تواجهها الإدارة. لذلك سمعنا من الأمين العام للأمم المتحدة، سمعنا من الألمان، سمعنا من وزراء خارجية الدول الأوروبية أنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل. وإذا كانت الإدارة تعتقد فعلا كما تؤمن بذلك وكما تعلن عن ذلك، فإنه قد يكون من المفيد إجراء مثل هذا التحقيق، بغض النظر عما إذا كانت إيران ستوافق أم لا. قبل أن أذهب إلى فاصل أعود إليك دكتور إبراهيم. الأمير محمد بن سلمان دعا الأطراف الدولية لاتخاذ موقف حازم من إيران خلال حوار أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط. الآن ماذا يقصد بالموقف الدولي الحازم؟ ما هي الأطراف الدولية التي قصدها؟ هل هي أمريكا الحليف بالنسبة للسعودية وفي المنطقة، أم الطرف الأوروبي المتساهل مع إيران؟ نعم، هو المقصود هنا بشكل مباشر ليس الإدارة الأمريكية دعيني أقول، وإنما قد يكون الكونغرس الأمريكي كمؤسسات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أيضا العلاقات والأحلاف الاستراتيجية. يضاف لذلك نعم كما تفضلتي الدول الأوروبية، خاصة إذا ما استثنينا بريطانيا، هناك فرنسا، ألمانيا بالتحديد أيضا، الذين لديهم إلى حد ما وجهات نظر أخرى لا تتفق مع التوجهات التي نتطلع لأن تحقق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. يبدو أن سمو ولي العهد هذا الذي كان يقصده بشكل مباشر، وأيضا إشارة أيضا حتى للدول الأوروبية. نحن تربطنا كدول عربية دعيني أقول على أقل تقدير دول مجلس التعاون علاقات استراتيجية في تلك الدول، لدينا أيضا تاريخ طويل جدا من دعم مصادر الطاقة وحفظ الاقتصاد الدولي، وبالتالي هذه الأمور يجب أن يحافظ عليها، يجب أن تدعم، يجب أيضا أن يكون هناك أيضا وفاء من الدول الأوروبية بالتحديد لحفظ الأمن والسلم في المنطقة. نحن مع إدارة الرئيس ترامب نقدر حقيقة مواقفها الإيجابية جدا معنا في دول مجلس التعاون، خاصة مع المملكة والإمارات بالتحديد. هذه الإدارة نكن لها التقدير والاحترام. نتمنى أن تكون الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة الأمريكية ككونغرس، كمؤسسة داخلية لدى الاتحاد الأوروبي، هي تتعلق بتحقيق الأمن والسلم العالمي الذي ينطلق أيضا إحدى مؤثرات هذه المنطقة، وليس فقط من هم بعيدين يأمنون يعيشون بسلام وهنا المنطقة تعيش بلا استقرار. لا استقرار هنا سوف ينعكس سلبا على الأوروبيين كما على الأمريكان إذا لم يكن هناك عمل، وبالتالي هذا يبدو أنه المقصود من كلام سمو ولي العهد وحديثه. هذا يجعلنا نتطرق إلى فرص الحوار على وقع طبول الحرب، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعود إليك دكتور محمد. دكتور محمد، عندما كان رئيس الوزراء الياباني في زيارة إلى طهران وفي لقاءاته مع القيادات الإيرانية، حدث اعتداء على النقلتين في بحر في خليج عمان. الآن سؤالي هو التالي، وهذا المبعوث الأمريكي والذي تحدث عنه كثيرا ترامب للقاء أول ما بين اليابان وبين طهران، هل ما يزال من الوارد اليوم دخول أمريكا في مفاوضات مع طهران، خاصة أيضا مع فرض عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني وتضييق على الحرس الثوري الإيراني واعتباره تنظيم إرهابي؟
هو يعني في القيادة الإيرانية كان التقدير نوفر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد أن تستدعي الوساطة اليابانية بمقدار ما أرادت استدعاء النموذج الياباني، وأن الرئيس الأمريكي بذهابه إلى طوكيو وحديثه عن أن إيران قد ينتظرها مستقبل رائع إذا ما تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية ويمكنها أن تحقق هذا المستقبل الرائع دون اشتراط تغيير النظام وبوجود النظام الحالي، وأرسل رسائل من شأنها تفكيك النخبة الإيرانية ونخبة صناع السياسات في إيران حول فكرتين: هل نستطيع أن نحقق فعلا نموذجا يشبه النموذج الإيراني في حال الياباني عفوا في حال يعني توافقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الملفات، أم أنه يتعين علينا البقاء ضمن النموذج الكوري الشمالي أو النموذج الفنزويلي أو الكوبي الذي يقود بالنهاية إلى دولة فاشلة؟ هذا الجدل في داخل إيران اشتعل بطريقة كبيرة جدا بعد زيارة ترامب إلى طوكيو، وعندما جاءت زيارة شينزو آبي إلى طهران كانت النخب الإيرانية في جدل عميق حول هذه المسألة، ما أحرج القيادة الإيرانية وجعلها تشعر بأن المقصود هو استدعاء النموذج الياباني أكثر من استدعاء الوساطة، ولم تأخذ الوساطة بالجدية الكافية. ولذلك شاهدنا بأنه حتى الناقلات التي تم استهدافها في الخليج هي مرتبطة باليابان بشكل أو بآخر، وبالتالي كانت إيران عمليا وجهت إهانة لرئيس الوزراء الياباني في هذه الزيارة. وأيضا كانت تصريحات خامنئي الموجهة والتي أعلن عنها على غير العادة، لأنه عادة لا يصرح ما الذي قاله خامنئي لقادة الدول التي يلتقيها، لكنه هذه المرة صرح بأنه حمل شينزو آبي رسالة مفادها أن ترامب ليس بالشخص الذي يحظى يعني باحترام خامنئي ولا يريد أن يتحاور معه. مثل هذه يعني المعاملة السيئة التي تلقاها شينزو آبي أعتقد أنها نوع من الرد على استدعاء النموذج الياباني، وأن إيران لا تريد أن تكون يابانا أخرى تتخلى عن السلاح النووي وتتخلى عن قوتها العسكرية في مقابل تحقيق نموذج اقتصادي جاذب، لأن النظام الإيراني بطبيعته لا يستطيع الحقيقة تبني مشروع اقتصادي حقيقي داخل الدولة أو تبني مشروع تنموي، لأنه بنية النظام هكذا مشروع تؤذيه أكثر مما تفيده. مثل هكذا طيب هذا بالنسبة للقيادة في الظروف الاقتصادية الصعبة. دكتور محمد، ماذا عن الشعب؟ نبض الشعب ماذا يريد؟ هل هو منفتح على أي نوع من الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، على صفقة مع أمريكا؟ يعني اولا دعينا نقسم الشعب الايراني الى 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 الى, إلى فئات، كما هو معروف بان الشعب الايراني ليس على حاله واحده، هنالك خطوط داخل المجتمع الايراني، هنالك خط الاقليات وهو خط يمكن تسميته بايران الهامش، وهنالك ايضا خط ايران المركز. في خط ايران المركز تقع الطبقه الوسطى تقريبا وباقي الطبقات العليا في المجتمع الايراني، اما في خط ايران الهامش فتقع الاقليات والمساحات الشاسعه من ايران التي لم تصلها أي شكل من أشكال التنمية. أكثر من 40% من الشعب الإيراني هو تحت خط الفقر المطلق، وهؤلاء لا تعني لهم العقوبات شيئا، لأنهم أساسا تحت عقوبات منذ يعني قيام هذه الثورة إلى اليوم، عقوبات متواصلة ومستمرة. لا يعني للفقير الذي يعني يدخل إلى منزله نصف دولار في اليوم الواحد، لا يعني له كثيرا ما الذي ستحدثه العقوبات من آثار. وبالتالي نحن نتحدث عن فئة من المهمشين عالية جدا، هذه الفئة هي عمليا التي يوظفها النظام الإيراني من خلال فكرة الميليشيات والحروب اللامتناظرة. ولذلك نجد في إيران تلك الازدواجية بين الدولة والثورة، ونجد أن الحرس يعمل على هذه الفئات المهمشة ويقوم بتجنيدها ويقوم بتوظيفها في أدواته. وبالتالي المجتمع الإيراني بشكل عام يعني أنا أعتقد أن فاعليته في التأثير على صناع القرار لا زال ضعيفا، لسبب بسيط أن إيران تقسم هذا أو النظام الإيراني يقسم هذا النظام في خطوط طولية وعرضية يوظف من خلالها كل كتلة باتجاه الكتلة الأخرى، وهنالك قطيعة سوسيولوجية عميقة بين أطياف المجتمع الإيراني. فإذا تحركت الأقليات تأتي الأغلبية لقمعهم، وإذا تحرك الكرد يعني يعتبر العربي أن الأمر لا يعنيه، وإذا تحرك البلوش يعتبر التركي أن الأمر لا يعنيه، إذا تحركت الطبقة الوسطى يعني يعتبر الفقراء أن الأمر لا يعنيه. وبالتالي هذه القسمات عميقة داخل المجتمع ويحسن النظام توظيفه. نعم، نسيج متمزق يخدم النظام مثل ما قلت.
دكتور إدمو، يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا حملته الانتخابية لإعادة انتخابه عام 2020. فرص الرئيس في إعادة انتخابه تبدو واردة. كيف سيتعامل إذن مع سخونة الوضع في الخليج مع سلوك إيران؟ هل يمكن أن تؤثر هذه الانتخابات والحملة الانتخابية لعام كامل على قرارات ترامب إن كان سلما أو حربا؟ فعلا هذه نقطة مهمة جدا، وذلك لأن العدد من المراقبين الأمريكيين المحللين وحتى بعض السياسيين حذروا الرئيس ترامب من الذهاب إلى الحرب، خاصة أنه هو كان الذي وعد بأنه لن يذهب إلى حروب عبثية أو حروب اختيارية. ولذلك فأن هؤلاء، ومن بينهم كان السناتور راند بول وهو من القياديين الجمهوريين ومرشح سابق للرئاسة، قال بأن الحرب على إيران قد تكون أكثر خطرا وأكثر ضراوة وتكون لها تداعيات سلبية حتى أكثر من حرب العراق. والرئيس ترامب طبعا إذا استمعنا إلى ما يقوله، هو ما يقول دائما بأنه لا يريد حرب، وأنه ولكنه يريد تغيير سلوك إيران، يريد إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، يريد من إيران اتفاق، أن تتوصل إلى اتفاق أفضل. ويقول عندما يتحدث عن احتمال المواجهة، وهذا ما أشار إليه في الآونة الأخيرة، أنها سيحارب إذا كانت إيران تحاول امتلاك السلاح النووي. في نفس الوقت هذا ما كرره أيضا وزير الخارجية، وقال أن الرئيس ترامب لا يريد الحرب، ولكن في نفس الوقت الرئيس ترامب يترك مواقفه غامضة إلى حد ما، فهو لا يريد أحد أن يتكهن بما الذي سيفعله في المستقبل، وهذه هي أحدى تكتيكاته أو استراتيجياته كما يقول البعض. طيب دكتور إدمو، في التاريخ الأمريكي الذي خاض العديد من الحروب، هل تم التخلي عن رئيس أثناء حرب ولم يتم التجديد له؟ عادة في عدد كبير من في مثلا بوش الابن تم تجديد له أثناء الحرب التي عاشها في العراق مثلا وأفغانستان، أليس كذلك؟ فعلا، وهذه وجهة النظر الأخرى. البعض يعتقد، وهذه على الأقل ما نسمعه من بعض السياسيين الديمقراطيين وحتى من عدد قليل جدا من المستقلين، وهي أن الخشية هي أن الرئيس ترامب قد يدخل في حرب، وذلك لكي يعزز موقعه السياسي، ولأن ذلك قد يدفعه لتعبئة الشعب الأمريكي وراءه، وبالتالي فأنه قد يتحرك بهذا الاتجاه، ولكنه لن يتحرك بهذا الاتجاه إلا قبل الانتخابات. ولكن الرأي الآخر طبعا حتى الآن هو يبدو أنه هو أقوى إلى حد أكبر، وذلك لأن الرئيس ترامب يعلم بأنه إذا قد حقق بعض الإنجازات، وهذه الإنجازات خاصة الإنجازات الداخلية مثل موضوع البطالة، مثل موضوع عودة يعني الوظائف، الوضع الاقتصادي الجيد بالنسبة للولايات المتحدة، معالجته وضغطه على المكسيك للتراجع وتغيير مواقفها بالنسبة للهجرة، وضع قيود على الهجرة غير الشرعية، وهذه هي من بين المواضيع الأساسية التي تهم الشعب الأمريكي وتهمه. ولذلك فإن الاعتقاد بأنه لن يذهب بعيدا، لن يغامر بحرب، ولكن تبقى ما قاله الدكتور محمد، وهو أن هناك الحسابات الخاطئة التي قد تحدث من هذا الجانب أو ذاك الجانب، قد تؤدي إلى مواجهة. دكتور إبراهيم، طبعا الجيرة هنا، الجيران لدولة إيران على مدى عقود ربما هم عايشوا الكثير من الاستفزازات والتشويش والتدخلات. اليوم كيف يمكن التعامل مع هذا النظام؟ مثل ما قال دكتور محمد، هو يبحث عن الأمن، من المفارقة أن كل المنطقة تبحث عن هذا الأمن، ولكن هي تبحث عن الأمن لنفسها ولكن لا تعطيه لغيرها. نعم، التعامل حقيقة غاية في الصعوبة. دعني قد اختلف مع فكرة أنه إيران تبحث عن الأمن. إيران لا تبحث عن الأمن، لأنها تجاوزت هذه المرحلة بسقوط العراق في عام 90، وبعد عام 2003 بعد احتلال الدولة العراقية أصبحت هي في مرحلة النفوذ، صنع النفوذ في المنطقة، ويبدو أنها إلى حد ما
تجاوزت أيضا هذه المرحلة إلى مرحلة فرض إلى حد ما أسلوب معين حتى على المجتمع الدولي. فأربعة عقود من العمل اليومي أعطى هذه النتائج للدولة الإيرانية، وجعلنا نحن كمجتمع عربي، دعيني أقول على أقل تقدير، أو كدول عربية في المنطقة، نحن من نبحث فعلا عن الأمن نتيجة لتغلغل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة لإيران والأذرع الإيرانية، سواء كانت ميليشيات أو أحزاب أو حتى قد يكون خلايا تجسسية بشكل أو بآخر. هذا العمل الذي يجب أن يتحقق في جانب الأمن، وكيف لهذه الدول الخليجية على أقل تقدير والعربية أن تحقق الأمن، ليس لها إلا أن منهجان. المنهج الأول أن تبادر بنفسها لإعادة بناء ورص صفوفها على أقل تقدير في الجوانب البنائية الداخلية والأمنية أيضا والعسكرية، وهذا من المعلوم أنه يتطلب مزيد من الوقت ويتطلب أيضا كثير أيضا من الجهد الذي يجب أن يبذل. هذا من جهة. من جهة أخرى ليس هناك إلا الأحلاف الدولية المتقدمة وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه طبعا نعلم بأنها مكلفة سياسيا وماليا أيضا، إلا أنها هي السبيل الأسرع للتمكن أيضا من البناء الآخر، وهذا الذي لا يمكن أيضا تأجيله بأي حال من الأحوال. وبالتالي هنا نأتي للأقوال التي تطالب أيضا المجتمع الدولي بأهمية يفي بالتزاماته للأمن والاستقرار، ويفي أيضا حتى بالتحالفات الاستراتيجية طويلة المدى التي تحقق الأمن للجميع، وتمكن أيضا حتى المجتمع الدولي من الانتفاع من مصادر الطاقة في المنطقة. هذان السبيلان والمنهجان هما المتاحان أمام الدول العربية، دول مجلس التعاون بالتحديد. ولذلك دعيني أقول أيضا حتى العودة إلى الدولة العراقية أو الدخول معها في شراكة جديدة أو في علاقات استراتيجية جديدة أيضا إحدى هذه الأمور التي يجب أن تبنى في المرحلة المستقبلية. نتمنى أيضا أن يكون هناك عودة للدولة السورية، هذه كلها ترص الصفوف العربية لمواجهة، لأن جميع الدول العربية لا استثناء بغض النظر عن منهجها أو توجهاتها هي تحت مرمى التهديدات الإيرانية. نعم دكتور محمد، الاتحاد الأوروبي ساهم في هندسة وتفصيل الاتفاق الإيراني النووي الإيراني، طبعا تخلت عنه وخرجت منه أمريكا وسقطت كل الحزبات الأوروبية طبعا، وخاصة مصالحها مع إيران، وأتحدث أساسا على عن فرنسا وألمانيا. ما المأمول اليوم من الجانب الأوروبي إذا ما تم استدعائه للتدخل الآن؟ كيف ستبقى هذه الدول الأوروبية حائرة بين حليف لا تفهمه بعد في هذه الأيام وهو أمريكا، وبين مصلحة حقيقية مع إيران اقتصاديا على الأقل؟ يعني هو الأمر يبدو أنه يتعلق بالرؤية للحل الذي يمكن الوصول إليه مع إيران، بين رؤية تعتقد بالحل الشامل وأنه لابد من يعني التوصل إلى اتفاق شمولي مع إيران يشمل البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي والبرنامج النووي بشكل حزمة واحدة ومرة واحدة، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الحل الذي تريده إيران والذي يأتي حل مجزأ ولكل ملف من هذه الملفات على حدة ودون النظر في الملفات الأخرى كما حصل في الاتفاق النووي السابق، وكما تريد إيران المضي بذلك إلى سنوات عديدة قادمة، تبقى في حالة تفاوض مستمر مع الغرب لعشرات السنوات ربما، ملف بعد ملف يتم فتحها مع منع التحدث في أي ملفات أخرى، ويجري يعني التنازل بشكل بطيء جدا عن بعض الامتيازات. مثل هذه الخلافات الحقيقة يعود السبب الرئيسي فيها إلى الوعي الذي يعني تحقق في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن لدول المنطقة يعني جهد كبير بذل ودور فيه، من أن إيران لا يمكن التعامل معها بهذا الشكل، وبأن الاتفاق النووي بالصيغة التي تم فيها صب في صالح إيران. ثم توجهت إيران بعد هذا الاتفاق بالمناسبة إلى الانفتاح على الشرق بدلا من انفتاح على الغرب، كانت المفاوضات تجري مع الشركات الغربية ولكن العقود توقع مع الشركات التي تنتمي إلى روسيا والصين والهند والمعسكر الشرقي بشكل عام، وهذا ما أدركته الإدارة الأمريكية متأخرا وبدأت العمل على إصلاحه. في اعتقادي أن الإيرانيين سيفرحون كثيرا إذا ما تمكنت أوروبا من إقناع الرئيس ترامب بالبدء بأحد الملفات وترك الملفات الأخرى، وأقنعوه بالعدول عن هذه الحزمة الشاملة التي يطمح إلى التوصل إليها من الاتفاقات مع إيران. دول المنطقة معنية حقيقة بالتوصل إلى اتفاق شامل، أعتقد أن الأمن والاستقرار في المنطقة
يعني يتطلب حدوث اتفاق شامل، نعم، اتفاق تحضر فيه الأطراف الإقليمية وتكون طرفا فاعلا في صياغته حتى يكون مقبولا وملزما للجميع في المنطقة. غير ذلك سياسة تجزئة الملفات والتفاوض من أجل التفاوض ولسنوات طويلة جدا هي في الحقيقة تجعل النظام الإيراني لديه مساحة من الحرية والحركة ليبقى يعني على حاله كما هو دون تغيير حقيقي في السلوك، وبنفس الوقت يحظى دائما بقناعة للحياة ولمواصلة أنشطته الاقتصادية بالحد الذي يمكنه من بسط نفوذه في الداخل والخارج. بعد الفاصل سنتحدث عن أحلاف وخيارات طهران أمام ضغوط الأمريكان، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نعود إلى واشنطن معك دكتور إدمون. دكتور، هناك من يرى أن عدم اللجوء واشنطن إلى أي رد رادع لإيران أو محاولة لتأطير هذا السلوك في المنطقة وخاصة على مستوى مضيق هرمز، قد يظهر أمريكا وكأنها مهمشة، كأنها مجرد شاهد سلبي على ما يحدث في المنطقة، وكأنها ذلك يذكرنا أيضا بالخطوط الحمراء التي وضعها أوباما كثيرا في التعامل مع النظام السوري، وهو نفسه لم يحترمها وتعداها، وبالتالي كان الموضوع أثر كثيرا على الدور الردعي الأمريكي طالما كانت تلعبه في المنطقة. من وجهة نظرك كيف سيتعامل البيت الأبيض والبنتاغون مع هذا الطرح حتى لا تكون الصورة الأمريكية في المشهد وكأنها غير موجودة؟ الإدارة الأمريكية تعتقد أن تحركاتها هي تحركات إيجابية بالنسبة للسياسة الأمريكية، بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية كما يقول المسؤولون الأمريكيون، وذلك أنهم يستخدموا سياسة الردع، وهذا ما هو الهدف من إرسال مثلا هذه القوات البحرية، من إرسال القوات الإضافية إلى المنطقة، أن الولايات المتحدة لا ترغب في المواجهة، لا ترغب في الحرب كما يقول الرئيس ترامب، ولذلك فهي ترغب في ردع إيران. هذا الردع من ناحية عسكرية بإرسال هذه الرسائل وأرسال هذه القوات، ولكن هناك أيضا البعد الآخر والمستمر وهو التصعيد الاقتصادي والسياسي لعزل إيران، للضغط على إيران، لمنع تصدير أو لتقليص على الأقل قدرة إيران على تصدير النفط. ما يقوله المسؤولون الأمريكيون هنا هو أن العملة الإيرانية فقدت ربما 60% من قيمتها، أن إيران الصادرات النفطية الإيرانية قد وصلت إلى حوالي 600,000 برميل يوميا بينما كانت تقترب من 3 ملايين برميل. طبعا إلى أي مدى ما هي دقة هذه المعلومات لست متأكدا من ذلك، ولكن هذا ما نسمعه من المسؤولين الأمريكيين. نسمعه أيضا أن هناك ضغوط داخلية في داخل إيران على الحكومة الإيرانية، هناك توترات سياسية داخلية، وبالتالي فأن إيران تشعر بأنها تحت ضغط وأن الرسالة وصلت إلى إيران. ويقول المسؤولون الأمريكيون أن زيارة وزير الخارجية بومبيو إلى العراق كانت رسالة واضحة أنه إذا كان هناك أي هجوم على أي قوات أو جنود أمريكيين فأن إيران ستواجه ضربات مباشرة من الإدارة الأمريكية، من الحكومة الأمريكية. إذن الإدارة ليست قلقة من هذا الجانب، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك الكثير من الأمور غير العادية التي تجري في الولايات المتحدة. رأينا الآن مثلا سحب اسم وزير الدفاع بالوكالة الذي كان الرئيس يرغب في تعيينه وزير الدفاع، وكان وتم تعيين شخص آخر وهو الشخص الثالث في وزارة الدفاع مايك أسبر وهو وزير الجيش بأن يصبح وزير الدفاع بالوكالة. الولايات المتحدة في تاريخها لن تشن حرب وبدون وزير دفاع. هناك أيضا دور متزايد لوزير الخارجية الذي يتحدث ويناقش مع قضايا عسكرية مع القيادة الوسطى، وهذا ما فعله يوم أمس
في فلوريدا، وبولتون أيضا كان يفعل نفس الشيء. كان هناك الانتقادات الآن بدأت تتسرب من خلال تصريحات وتسريبات لمسؤولين عسكريين ينتقدوا ضعف شانهان الذي كان وزير الدفاع بالوكالة، لأنه لم يلجم الآخرين من التدخل في الشؤون العسكرية. وبينما كان ماتس يقول أنه إذا عندما حاول بولتون التدخل كان يقول إن أنا لا أتلقى أوامري من بولتون، نحن نتلقى أوامرنا من قائد القوات المسلحة. إذن هناك هذه التوترات الآن، لا يوجد وزير دفاع أيضا، هناك حديث عن خروج بولتون، هناك حديث أن بومبايو قد ينتقل إلى وزارة الدفاع بدلا من الخارجية أيضا. إذن هناك أشياء كثيرة تجعل على الصعب على الأقل في هذه المرحلة بداية أي حرب في هذه أو التصعيد أكثر من ذلك. وهذا يحلني على السؤال معك دكتور إبراهيم، يعني إذا لم يتغير سلوك إيران مع هذا التصعيد وهذه الضغوطات وهذه العقوبات الأمريكية على طهران، هل يمكن أن ينهار ويفشل هيكل العقوبات بصفة عامة؟ وكأنه لم يكن، إيران أصبحت تعرف أن هذه العقوبات لا تنفع معها، نظامها متماسك رغم كل الضغوطات الاقتصادية التي تعيشها وتمزق النسيج المجتمعي. هل يمكن أن تنهار منظومة العقوبات وتأثيرها على إيران؟ أعتقد أنها نعم لن تنجح نجاحا مائة بالمائة، قد تخفف، وهذا يعني انهيار، لأن الهدف المعلن لدى الولايات المتحدة الأمريكية هو عقوبات مائة بالمائة. الآن يبدو أننا لم نصل حتى إلى 50%، ويبدو أننا سوف نتوقف عند هذا الحد. الاعتبارات هنا أن الأوروبيون ما زالوا منقسمون، الصين وروسيا إلى حد كبير ما زالوا أيضا لم يؤمنوا بالعقوبات أو لا يؤمنوا بالعقوبات. بعض أيضا الدول الأخرى خارج هذان القلمان أيضا لم يقتنعوا حتى الآن بهذه العقوبات نتيجة لتوقيع الاتفاق النووي. قد إذا ما كان هناك التزام سوف يكون التزام قد يكون من قبل بريطانيا وبعض الشركات البريطانية، وأيضا قد يكون بعض الشركات الأوروبية نتيجة لاعتبارات التعاملات المالية بالعملة الأمريكية، وأيضا قد يكون الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مواقعها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ما عدا ذلك يبدو أننا ذاهبون باتجاه نعم أن العقوبات لن تطبق مع بالماء، وهذا نعم سوف يفيد إيران كثيرا لدى الشارع الداخلي على أقل تقدير، ولدى أيضا حتى جماعات المصالح القوية التي تدفع في اتجاه التصعيد الذي لا يؤدي إلى حرب في داخل المتحدة في داخل إيران بالتحديد، والذين أيضا يستفيدون ماليا من استمرارية صادرات النفط الإيرانية التي يبدو أنها لم تتوقف حتى الآن. نعم دكتور محمد، على ماذا تراهن إيران؟ هل تراهن على الدعم الروسي الصيني المستفيدة من طبعا الصادرات النفطية الإيرانية والعقود معها، على استحالة حصول أي تضامن دولي على اتهامها إدانتها محاسبتها يوما ما؟ هل أيضا تراهن على الوقت؟ ترامب في أحسن الحالات بالنسبة لإيران هو باقي سنة، في أسوأ الحالات 5 سنوات، وهذا الوقت يمكن أن يمر. يعني باعتقادي أن إيران بالدرجة الأولى تراهن على قدرتها على الصبر والتحمل، والسياسة المعلنة التي تبناها النظام في مواجهة الرئيس ترامب سياسة الصبر الاستراتيجي لحين 2020 وقدوم إدارة أمريكية جديدة إن حصل. ولكن إشكالية النظام الإيراني التي حتى الآن لم يستطع التوصل إلى حل لها هي أنه لا يمتلك خطة بديلة في حال استمرار الإدارة الأمريكية الحالية واستمرار النهج الذي تتبعه في مواجهة إيران. بالنسبة للجانب الصيني لا يوجد لديه الكثير يستطيع تقديمه إيران إلى إيران، باستثناء ربما يعني شراء قليل من النفط بطرق غير مباشرة. أما روسيا فواضح أنها سعيدة بهذه العقوبات النفطية والبتروكيماوية على إيران لأسباب عديدة، أنها تستفيد من هامش ارتفاع أسعار النفط، أيضا تستفيد هي من السوق أو الخلأ الذي يوجده انسحاب إيران من سوق النفط، وتستفيد بطرق شتى من خلال النظام الإيراني نفسه ويعني حاجته إلى روسيا والتنسيق معها في مختلف سياساتها الإقليمية والداخلية. هذا كله يعني أن هذه الأطراف لا تمتلك الكثير من الحلول لتقدمه إلى النظام الإيراني. يعرف النظام الإيراني جيدا هذه الحقيقة. توجهت القيادة الإيرانية يعني في زيارات عديدة إلى الهند وإلى روسيا والصين، وحاولت تلمس أي سبيل من سبل المساعدة التي يمكن لهذه الأطراف تقديمها. وصل النظام الإيراني إلى يعني تقدير مفاده أنه ينبغي الاعتماد
الاعتماد على الصبر الاستراتيجي تحديدا، نعم، وعلى قدرة النظام وقدرة الشعب على امتصاص هذه الضغوط الأمريكية. ولكن أنا أؤكد مرة أخرى أن النظام الإيراني ليست لديه أي بدائل حقيقية موجودة في حال استمرت الإدارة الأمريكية، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هنالك من يشكك في قدرة النظام الإيراني على الاستمرار تحت هذه الضغوط حتى إلى عام 2020. ضغوط يعني تمارس بطريقة غير مسبوقة. حتى وزير النفط الإيراني بيجان زنجنا اعترف بأنها هذه العقوبات، هذه الموجة من العقوبات تختلف جذريا عن موجات العقوبات السابقة التي تعرضت لها إيران، عقوبات ذكية للغاية. هنالك أيضا أهداف معقدة من وراء هذه العقوبات. قطاع التعدين الذي تم استهدافه يعني كان الهدف الأساسي منه هو تحريك العمال الإيرانيين الذين هم أساسا لديهم قضايا أخرى غير القضايا العمالية تتداخل مع بعضها البعض، مثل قضايا الأقليات. فمعظم العمال الإيرانيين هم من أقاليم غير فارسية، وبالتالي يعني لديهم هم اعتراضات على النظام لأسباب مختلفة. استهداف قطاع البتروكيماويات أيضا حرم إيران من المصدر الثاني من الدخل، وبالتالي العقوبات الأمريكية أصبحت أكثر ذكاء، أصبحت تستهدف قطاعات لم يسبق لها استهدافها، وأيضا هي تحمل أهداف غير الأهداف البسيطة التي كانت عادة تتبناها العقوبات وهي تقليص إيرادات الموازنة. الآن نحن نتحدث عن تفكيك النسيج الاجتماعي، نتحدث عن إثارة قضايا الأقليات، قضايا البيئة، قضايا عديدة داخل إيران، وهذه أزمات أساسا موجودة ومتناسلة. وبالتالي النظام الإيراني أعتقد أنه في مأزق، وإذا استمرت هذه العقوبات فإنها ستثمر لا شك. ولكن هل تصبر الإدارة الأمريكية أم أنها يعني ستستعجل الحصول على ثمار ونتائج؟ وهذا للأسف متوقع في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، ويعني هذا هو القلق الحقيقي، أن تستعجل الإدارة الأمريكية ولا تنتظر حتى حصول نتائج هذه العقوبات. أمام ما يحدث الآن محاولة لتعطيل أو تشويش على الملاحة الدولية، هل يمكن أن نضمن أن إيران لن تتسبب في قيام حرب في المنطقة؟ أتوجه بسؤال ختامي لكم جميعا، ما هي الخيارات الآن حتى نستقرأ المستقبل؟ هي الخيارات المستقبلية بالنسبة لإيران والخيارات المستقبلية بالنسبة لأمريكا؟ وأبدأ معك دكتور إدمو. أعتقد أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية ربما قد وصفها بطريقة شاملة الدكتور محمد، وهي أن هناك تحركات اقتصادية، هناك تحركات ربما لدعم المعارضة الداخلية لتصعيد الضغوط على إيران بدون الدخول في مواجهة مباشرة، آملين في أن تحدث تحركات داخل إيران لتغيير الوضع، وأن تؤدي هذه العقوبات القاسية لتغييرات، إذا اضطرت إيران لتغيير سلوكها فهذا جيد، وإذا لم يحدث ذلك فأنها ستواجه مشاكل داخلية. بالنسبة لإيران أعتقد أنها هي أيضا تعلم أن هناك تهديدات قاسية عليها، وأن الصمود مهم، وتعبئة الشعب والتهديدات الخارجية يعزز الموقف القومي إلى حد ما والديني. ولكن أيضا إيران قد تقوم تتحرك باتجاه تصعيد محدود على أكثر من جبهة، ليس بالضرورة في مواجهة القوات الأمريكية مباشرة، بل من تحريك بعض أصدقائها. ربما قد نرى تحركات اليوم، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تسريبات بأن إيران قد تدفع بحزب الله أو بقوى حليفة أخرى عن طريق أدرعها فلسطينية أو غيرها، نعم، للضغط على الحكومة الإسرائيلية. إذن إيران قد يكون تستفيد أيضا من بعض التصعيد وتكتيك ذكي لتصعيد المواجهات، نعم، وللضغط على حلفاء الولايات المتحدة. طيب. أيضا وقد يكون هذا هو أحد وسائلها أو سبلها. وهذا يجعلني أطرح السؤال، ماذا أمام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، الدول التي تقود المنطقة هنا السعودية والإمارات؟ ما هي أيضا خياراتها دكتور إبراهيم؟ نعم، الخيارات يبدو أن الخيارات الأكثر نجاعة في هذا التوقيت بعيدا عن رسم الاستراتيجية بعيدة المدى هو محاولة خلق
دعني أقول أرضية في داخل الدولة الإيرانية، سواء كان بالتعامل كما تتعامل إيران معنا سواء خلايا أو ميليشيات أو غيرها، وهذا ما لا نتمناه، ولكن هي هذا النهج الإيراني الذي يجب أن يقابل، وهذا هو الأسرع نجاعة. نعم. وأيضا دعم إذا كان هناك حركة احتجاجية سياسية دعمها، وهذا أيضا ليس بالصعب أيضا في داخل الدول الإيرانية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا محاولة تفعيل التحالفات الدولية بشكل مباشر، والتحدث مع المجتمع الدولي بأنه هذه العلاقات ليست من جهة واحدة وإنما من اتجاهان متبادلان، ويجب أن تكون هنا اللغة قوية واضحة مباشرة مع تلك الدول. نعم. أختم معك الحلقة دكتور محمد، هل لديك سيناريوهات محتملة لقادم حلقات هذه الاعتداءات على الناقلات؟ طبعا أبحث عن أبعد من ذلك، ما هو المصير في المنطقة الآن مع تشديد التصعيد الأمريكي والتشدد والتشويش الإيراني؟ يعني أنا أعتقد جازما بأن إيران سوف تصعد، وستستهدف من تصعيدها الحلقة أضعف في تحالف باء الذي أعلن عنه ظريف، وهي تحاول أن تستهدف بطبيعة الحال دول الجوار ومصالح دول الجوار، لأنها لا تستطيع استهداف مصالح إسرائيل أو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أملا بأن هذه الدول فيما إذا تعرضت إلى ضغوط هي ستضغط بدورها على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل مع إيران. ولكن يعني أعتقد أنها أيضا هذه خيارات بائسة، الولايات المتحدة الأمريكية تبدو جادة في التعامل مع إيران، تبدو مصرة على حسم هذا الملف بشكل حقيقي، وهنالك مصالح على مستوى اللعبة الدولية تتحقق للولايات المتحدة، هنالك لاعبون دوليون يراقبون سلوك الولايات المتحدة الأمريكية وسلوك إيران في المنطقة وما ينشأ عنهما. لا تستطيع أمريكا باعتقادي الاستمرار في قيادة العالم إذا ما تراجعت أمام هذه التهديدات الإيرانية الصغيرة، لأن هنالك لاعبون أكبر يراقبونها، هنالك مسألة احتواء الصين، وبالتالي القيادة الإيرانية أعتقد أنها خياراتها محدودة، وإن باتت متعددة دول المنطقة أنا أعتقد أنها مدعوة إلى الإسهام في إنجاح العقوبات الأمريكية، هذا أفضل ما تستطيع أن تقوم به، إضافة إلى تحصين جبهاتها الداخلية والعمل على حماية مصالحها بشكل مباشر، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أطراف دوليين آخرين. نحن نعرف بأن هنالك شراكات استراتيجية متنوعة موجودة لدول المنطقة، وهنالك أطراف دولية عديدة لها مصلحة بالحفاظ على أمن الطاقة وأمن الممرات المائية وأمن أيضا شركائها في الخليج. نحن نتحدث عن مجتمعات دولية موجودة في هذه المنطقة، يعني استهداف هذه الدول أمر غير متاح بالنسبة لإيران وغير واقعي. بهذا إذن وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قبل النقاش، كان عنوانها بصمة إيران في استهداف ناقلات نفط من بحر عمان أو خليج عمان، حرب مع وقف التنفيذ. أشكر باسمكم ضيوفنا الذين أثروا النقاش، كان معنا من أبو ظبي دكتور محمد زغول رئيس وحدة الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، من واشنطن انضم إلينا الدكتور إدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، ومن الرياض شرفنا الدكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك سعود. يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحات قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. لم يعد يخفى على أحد ما تعانيه إيران من أزمات اقتصادية، وهي التي تتربع على بحار من النفط والغاز. سياسة إيران العدائية تفاقم بؤس الشعب الإيراني يوما بعد يوم. هدر النظام لطاقات وموارد البلاد خلف مجاعات في العديد من الأقاليم. عدد الفقراء في هذا البلد المنكوب وفق إحصائيات طهران نفسها 40 مليونا، أي نصف مجموع السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة. في إيران نظام يسرف في الإنفاق للإضرار بجيرانه وبشعبه، نظام لا يشبع من التسلح، فيما لا يجد السواد الأعظم من مواطنيه ما يكفي من الغذاء والدواء. إيران بلد غني وشعب يقبع تحت خط الفقر. إلى اللقاء.